حياكم الله وحلقة جديدة من حديث بغداد من دار السلام بغداد. محوري لهذه الليلة حظر التجوال والعنف الأسري. أناقش هذا المحور مع النائب انتصار الجبوري رئيس لجنة المرأة والأسرة النيابية. أقولك مساء الورد. مساء النور، حياك الله. كما أرحب بالدكتورة فاتن الحلفي عضو مفوضية حقوق الإنسان. أقولك مساء الورد. مساء الخير. بداية دكتورة انتصار، يعني هناك من يقول أن الأسرة العراقية في الحظر أصبحت أكثر مؤسسة للعنف في المجتمع، ما تعليقك؟ أؤيد هذا الكلام حقيقة. الإحصائيات اللي وردتنا والعدد الكبير من الحالات اللي تعرضت بها النساء والأطفال في أثناء الحظر زاد بل تضاعف من حالات. كم حالة تقريبا؟ والله يعني كثير الحالات، المشكلة ما تقدر تحصي لأن أنا حكيت في أكثر من مكان وقناة، لا يوجد تبليغ رسمي وعدد رسمي وعدد دقيق لهذه الحالات. كثير من الحالات ما يبلغ عنها، تحصل في داخل البيوت. حالات ظهرت ولاحظت موضوع الضحية ملاك، ظهرت وظهرت حالات في كركوك، انتحار هديوم انتحار، محاولة انتحار في محافظة نينوى لسيدة أربعينية أنقذتها الشرطة النهرية. بالتالي هذه الحالات لم يتم التبليغ، لذلك لا توجد إحصائية، لكن المعلومات اللي تصلنا هي تضاعفت كثيرا عن الحالات السابقة بسبب جلوس الزوج داخل البيت، وجود الرجل في داخل البيت، عدم إمكانيتي بتوفير لقمة العيش لعائلته، البطالة خصوصا أهل الأجور اللي يومية اللي يخرج باليوم. عفوا ست، نحن المشاكل شنو؟ يعني أكثر اقتصادية، يعني بين الأب والأطفال أم بين الأب والزوجة أم بين الزوجة والأطفال، يعني هذه الأمور بالكامل. يعني أغلب المشاكل بصراحة هي اقتصادية مالية بحتة، ما يقدر الرجل يوفر المعيشة لعائلته، فأين يصب غضبه؟ وهو محصور في البيت لا يذهب إلا على عائلته ويوجه العنف ضد زوجته، أطفاله، أخوه، أخته. يعني هاي بسبب، خلينا نقول بسبب الحظر تحديدا، أم أكو حالات نفسية أو اجتماعية تحديدا؟ يعني هي متراكمات، يعني متراكمات متجذرة بالأصل. نعم نعم، عادات وتقاليد وتراكمات نفسية، تراكمات مجتمعية، لكن اللي زادها الحظر. لا، وإذا تراكمات يعني هذا العنف راح يصير متجذر بهذا المجتمع. طبعا طبعا هو متجذر، ما نختلف بهذا الموضوع. وقلت لك أنه إحنا كنا حريصين أن نشرع القانون لحماية الأسرة، لكن لحد الآن حقيقة يعني ما استطعنا أن نمرره. هي ثقافة وأصبحت ظاهرة خطيرة جدا، وللأسف الشديد تدفع ثمنها المرأة العراقية والطفل العراقي. طيب، يعني أرحب مرة ثانية الدكتورة فاتن، يعني برأيك ما هي الأسباب اللي تدفع الأسرة يعني تمارس سلوكيات العنف ضد أبنائها تحديدا؟ طبعا تحية لحضرتك ولست انتصار ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بدءا حقيقة يعني أحب أتكلم عن هنالك كثير من الأمور. يعني إحنا اليوم كمفوضية حقوق الإنسان أتحدث لك، إحنا طبعا أكيد لدينا رصد في جميع محافظات العراق في 14 محافظة. قضايا العنف الأسري كما ذكرت ست انتصار متجذرة، يعني إحنا مو وليدة اليوم، مو وليدة الحظر، لا، وإنما ممكن أن الضوء الإعلامي تسلط أكثر في هذه الفترة. يمكن قضية يقول زادت بالحظر، هي زادت بسبب الضغط الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع المعاشي الصعب. لكن هي يعني أضرب مثلا يعني ما أتوقع أنه عائلة مسالمة ما عندها أي عنف سابق ممكن أنه يكون الآن موجود بها عنف. لا، هي أساسا عائلة لديها تراكمات، لكن الوضع النفسي يعني ازداد، فبالتالي ضغوطات أكثر بسبب الوضع اللي كنا مرينا به. طبعا كل مجتمع اليوم عانى من قضية الحظر، عانى من قضية الوضع المعاش الصعب والضغوطات، وخصوصا العوائل اللي أثارت بها سحالات العنف أكثرها من العوائل اللي وضعها الاجتماعي المادي عفوا صعب، الكسبة والعمال.